الناس أستاذ اللي كان يعاني من الطريق هو المشكل. كيدخل فصل الشتاء تنغرقوا حتى التلاميذ اللي كيمشيو للمدارس ما كيلقاو منين يدوزوا. وربما حتى الناس اللي شغالين ديال المنطقه والناس ديال البلاد كي بنادم خاصو لا بغى يمشي على الشانطي يقضي شغلو خاصو ما يتغداش خاصو شي يشبع لا كلا راه يقدر يرد هذاك الشيء اللي فيه بكثره هاد المسائل ديال الحفاري والسكوس. وحنا بلا ما نهضروا على الشانطي انا كنشوف اي منطقه عندها تغيير اي جماعه عندها تغيير تلهاد الجماعه تلهاد الجماعه دي كنشوف كل سنه كل عام تيجي تمر سنه قديمه وكتجي سنه جديده كنوليو نعانيو من نفس المعاناه. يعني راه دابا راه شي شويه ما كايناش الشتاء راه كطيح غير 10 ملم ديال الشتاء كتولي هنا ما شاء الله خصك زودياك باش تدوز تقطع بغيتي تقضي على شغلك خصك مشكل. كنلقى دابا شحال من واحد مسكين براني كيجي كيدخل لهنا براني ولا جا في الليل وفي الفصل ديال الشتاء كيلقى اكبر مشكل شحال ما كيغرق هنا حتى الوحده ديال الليل ها عاد سير دبر له في التراكتور باش تساعديه. وحنا شحال من واحد كنساعدوه في الليل. هاد الطريق حالتنا ويامنا فيها وليدي ما عمرنا شلنا فيها شي حاجه زوينه. هاد السبل الوليدات في مساكن حالتهم مكرفسه حنا مكرفسه فوق الشتاء ما كنعرفو منين ندوزو الا ما كانش عندك البوط ما تخرج. وهذه سنين وين ما درنا لا طريق لا والو وليدي الطريق مكرفسه في الزبل في اي حاجه وليدي ما نقدرش ندوزو منها ونبغيو طبيب. هذه طريقنا هذه الطريق العموميه اللي كنمشيو فيها ونجيو فيها ما مصاوباش لينا. دابا كنطلبوا من الله وجلاله الملك يصاوب لنا هاد الطريق. قاد شي جكولوم حنا ديال الجامعه ديال دوار عنابسه وخويا مكرفسه عندنا واحد 4 شهور ديال الشتاء كتكون ممنوعه هنا كيوليو الحفر وداك الشيء بنادم ما كيبقى يخرج ما والو والطوموبيلات كاع كلهم تيمشي لهم داك الشيء ديال البياس من تحت وكتكون الخساره كثيره. كنت ديال بزاف الميكانيك دابا وليت نخسر عليها. دابا مثلا خشيتها جديده وليت نخسر عليها بحال اللي مثلا بحال اللي كل عام تمشي لي فيها جوج مليون ديال الخساره هنا من داك الشيء ديال الماء والحفاره. وكنطلب بغينا طريق تصاوب لينا هنايا ونولي باش بنادم يولي في حاله جيده اللي يخرج من داره يمشي للشانطي ناشط. كاين الدراري الصغار ديال المدرسه تيتكرفسوا كاين سيدي العيالات الكبار تيخرجوا تما كيتكرفسوا بالغيس والماء. وعندنا واحد قلت 4 شهور فيها ديال تمارك حلوه واعره بزاف ماشي شويه. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.